حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناه الايام الفضائيه، وهذه حلقه جديده من برنامج الوسم. انا كرار حباب، فاصل قصير وفقره فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في فقره فيس تو فيس، حيث الاخبار والمواضيع والاحداث والترندات المحليه والعربيه والعالميه، واللي دائما ما تكون موجوده في برنامجنا برنامج الوسم. وفقره فيس تو فيس واولى مواضيعنا في هذه الفقره، بدأ باكورة أعماله بأشياء عديدة، إقالات بالجملة، اعتقالات، أصحاب المناصب الكبيرة في الدولة اللي هم كانوا يغطون على الفساد المستشري في أروقة الدولة وفي مجلس الوزراء والوزارات وكل الجهات الحكومية، بدأ عمله بشكل قوي جداً. محمد شياع السوداني رئيس الوزراء المكلف حاليا نشر في صفحته الشخصية بتويتر والفيسبوك وباقي صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي انه تم تفكيك شبكة كبيرة جدا لتهريب النفط في البصرة. هاي الشبكة كانت تهرب النفط في الزمن اللي بالزمن القريب اللي صار به أكثر من رئيس وزراء، وهو هاي الشبكة تهرب النفط وخيرات البلد وما نعرف احنا وين تروح، اليا مسؤول بجيب منو من الحرامية والفاسدين. شبكة كبيرة لتهريب النفط في محافظة البصرة تم تفكيكها من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. المشكلة هذا الموضوع اللي احنا بصدد الحديث عنه، انه الشرطي اللي بلغ عن هذا الموضوع في وقت سابق في ظروف غامضة ما حد يعرف وين، حسب ما يقال انه انقتل. الشرطي اللي بلغ عن الموضوع سابقا، ولكن في اول مهام محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي تم تفكيك هاي الشبكة واعتقال ابرز عناصرها عن طريق جهاز الامن الوطني. هاي الأشياء وهاي الأعمال إحنا اللي نريدها، لأنه هاي الأعمال هي تنهي الفساد. ومثل ما أطلق هو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنه جائحة الفساد، هذا الهاشتاغ أو هذه الجملة مهمة جدا وخطيرة بنفس الوقت. هاي الأشياء اللي ساهمت بنهب خيرات البلد، هذول العصابات الإرهابية اللي دائما ما تسرق خيرات البلد وما نعرف الفلوس وين تروح وين يبيعون، وهذا النفط اللي دائما ما يكون هو الذهب الأسود مثل ما يقولون والعملة الصعبة اللي هواي دول تتمنى. احنا هنا عندنا عصابات وسياسيين وارهابيين يسرقون هذه يسرقون النفط، طبعا هي عصابات منظمة تعرف شلون، ولكن مجرد انه تم تفكيك هذه العصابة والقاء القبض عليها هذا مهم جدا. وهاي الإطاحة بهاي الرؤوس الكبيرة هو عمل مهم لمحمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وأيضا ماذا كانت تعليقات الناس بخصوص هذه العصابة. محمد شياع السوداني: وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع الأجهزة الأخرى من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة. لن ندخر جهدا وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة. هاي الأشياء اللي احنا نريدها، انه أي شخص سارق فاسد يمد ايده على خيرات البلد لازم يحاسب، لأنه اللي شفناه هواي. وهذا الرجل حسب ما جاي نشوف أنه فعلا جاي يعمل، وباكورة أعماله هو إخراج الفاسدين والقاء القبض عليهم وتنفيذ أوامر الاعتقال بهم. الفاسدين الحرامية اللي ينهبون البلد واللي يسوون معاملات والتعقيب وغيرها من الأمور، كل هذه الأفعال إحنا نطلب من محمد شياع السوداني، لأنه إحنا طلبنا هواي من اللي قبله واللي قبله ما حد نفذ ولا أحد سوى. نطلب منه أنه لازم يعمل، لازم يزيد من عمله،
لأنه الناس ملت، العراقيين يردون واحد يحكمهم وفعلا يكون حكمه عادل ويطلع حقهم وينطي لكل ذي حق حقه. طبعا التعليقات كانت: سندس سليمان تقول بارك الله جهودكم وأنتم في بداية مسيرتكم. شهد تقول إذا تبقى هيك برافو عليك بس كون تستمر. علي أبو ربيع يقول بوركتم بالموصل همك تهريب جدا قوي بالمنتجات النفطية. هذا أيضا موضوع مهم جدا، نتمنى يتم الأخذ به، ولازم يشوفون إذا فعلا كانت أكو عصابات لتهريب النفط في الموصل أو لا. طبعا أكيد علي أبو ربيع هو أحد سكنة الموصل. رهف تقول ما يجري حاليا من عمليات اعتقال وملاحقات لمطلوبين وكشف شبكات تهريب وفساد يؤكد بأننا كنا محكومين من قبل عصابة تحول أفرادها إلى معتقلين وهاربين ومطرودين من مناصبهم بعد أن تمت الإطاحة بزعيمها. الناس صارت واعية وتفتهم، ما عادت الناس أمام أعينها غشاء ما تشوف اللي جاي يصير. الناس أزالت الغشاء ووخرت الساتر وقامت تدخل بالظلام وتشوف وتباوع كل عمليات الفساد اللي حصلت في زمن الحكومة السابقة. آخر تعليق يقول هل من الممكن أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب؟ يا ترى ونحن كشعب عانى الأمرين وضاق ذرعا بالظلم وبالحكومات المتتابعة وأصبحنا نحكم جزافا. يتساءل ليتنا نكون هذه المرة نحن الظالمين ويكون السوداني رجل المرحلة الصح ليحيي العراق من جديد. هذا كان تعليق أحد الأخوة، يقول نتمنى نكون إحنا الظالمين اللي نطلق الأحكام المسبقة ويكون الكاظم هو السوداني هو من يحيي العراق من جديد. نتمنى هذا الشيء، أنه يكون هذا الرجل حقاني وعادل ويرجع حق العراقيين اللي انسلب وسلبوه السياسيين الحرامية النشالة. هذا كان أول موضوع عندنا في فقرة فيس تو فيس، ألا وهو موضوع شبكات النفط اللي تهرب النفط تم تفكيكها على يد جهاز الأمن الوطني بأوامر من قبل محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي. موضوعنا الثاني في هذه الحلقة بعد أيام قليلة من تسنمه منصبه، عبد الأمير الشمري وزير الداخلية سوى له جولة بالبداية بالوزارة، راح فات شاف الأحوال الناس، شاف المعاملات، شاف كل شيء، وأيضا أصدر عدد من القرارات. ولكن أكو قرار مهم جدا أصدره وكان له أصداء كبيرة جدا وكان رائج في السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية بشكل كبير جدا، ألا وهو يقول عبد الأمير الشمري وزير الداخلية عقوبات مشددة قادمة للضباط الذين يرتادون النوادي أو الملاهي الليلية. عقوبات شديدة بانتظارهم كل الضباط اللي يرتادون النوادي الليلية. هذا الموضوع هو أهم موضوع ممكن نتحدث به. ليش؟ البعض يقول لك هاي حرية شخصية، أوكي حرية شخصية أوكي، ولكن الضابط هو من يجلب العدالة، الضابط هو ذراع القانون، هو اللي ينفذ القانون، فبنفس الوقت لازم يضبط نفسه. هو من اسمه ضابط، الانضباط. شلون ضباط يسهرون بنوادي ليلية؟ شلون ضباط يتواجدون بأماكن حتى لو خارج نطاق عملهم؟ أوكي ما لابس البدلة، طبعا ما يلبس البدلة ويدخل، ولكن هذا الأمر خطير جدا. اليوم إذا أكو ضابط يلتقي بهاي الأماكن فهذا ما راح يحقق العدل أبدا، ولا راح يكون ضابط نفسه وضابط رتبته وضابط جنوده اللي وياه. أنا شخصيا مع هذا القرار، قرار مهم جدا ويجب تنفيذه. لا تقول لي حرية شخصية، أصلا هي هاي الأشياء مرفوضة بشكل عام يعني،
فماكو حريه شخصيه اسمها نوادي ليليه ويلتقون بها ضباط وما اعرف شنو. هذا الموضوع اخذ صدى كبير جدا، ولكن يجب ان يكون عقاب او العقوبات اللي راح تكون يجب ان تكون شديده جدا، لانه الضابط لازم هو يكون ضابط نفسه وضابط ادائه وكل شيء. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله والتعليقات ماذا كانت. وزير الداخليه عبد الامير الشمري: عقوبات مشدده قادمه للضباط الذين يرتادون النوادي الليليه. اجاكم الزون. اعتقد هاي الحكومه جاي نستبشر من خلالها شغلات مهمه جدا، وهذا الشيء اللي كنا نفتقده. علي عادل يقول: لعد على هالحكي طارت ثلاث ارباع الداخليه. يقصد هواي ضباط يلتقون. ميس تقول: بدربك ضباط همسه ماجد. هذا التعليق بدربك ضباط همسه ماجد تقصد به همسه انه اكو شخصيات تدعي بانهم عندهم علاقات بضباط ويسهلون امرها، وهذا الموضوع جدا مهم يا سياده يا معالي وزير الداخليه. هذا الموضوع ايضا مهم جدا. اليوم العلاقات والمحسوبيات عند هواي فنانين، هواي مشهورين، هواي رياضيين، اليوم صايره العلاقات كثيره جدا. مباشره يتصل بي: والله انا ظهري قوي وما اعرف شنو. مرات حتى نسمعها بالتلفزيون تطلع باللقاءات: والله انا احب الضباط، والله انا عندي رتب، والله. هذا الموضوع اتمنى تدققه وتراجعه، كل من يدعي بهذا الموضوع. وايضا موضوع السيارات المظلله، وكل من يدعي بانه عنده علاقه بضابط او رتبه كبيره جدا لازم يتحاسب، ويتحاسب نفس الضابط اللي يحميه واللي يسهل له امره بالمجتمع. اليوم الانسان اللي يمشي عدل ما يحتاج ضابط يسهل له امره ولا يكون بظهره، بس الانسان اللي يريد يمشي اعوج لازم يريد واحد يحميه، فهذا السبب الرئيسي. سهيل يقول: لا لا، الضباط ما يروحون نوادي ليليه، اغلبهم عندهم امكانيات ومأجرين شقق ومسوين نوادي خاصه بيناتهم. هذا بعد ما احنا ما لنا علاقه به فعلا، مأجرين شقه عندهم ما ادري شنو، هذا احنا ما لنا علاقه به. ولكن الرجل قراره واضح، الناس الضباط اللي يرتادون الاماكن النوادي الليليه كلامه واضح جدا، ما يحتاج اللي عندهم شقق واللي هذا حريه شخصيه بعد بكيفه، ايش يريد يسوي بنفسه هو حر. نوري يقول: لازم النوادي تعزل لان عيشتهم على المنتسبين. مجيد يقول: الانضباط العسكري الحقيقي هو الاساس لتقويم المؤسسات الامنيه، على ان يطبق على الجميع بكل جوانبه واصوله. اخر تعليق من فارس يقول: بارك الله فيك معالي الوزير، احسن قرار وجزاك الله خير الجزاء. هذا كان اخر تعليق بخصوص موضوعنا الثاني لهذا اليوم، الا وهو موضوع قرار عبد الامير الشمري وزير الداخليه باصدار عقوبات شديده بحق الضباط الذين يرتادون النوادي الليليه، نوادي السهر. موضوعنا الثالث في هذه الحلقه موضوع انساني مهم جدا، موضوع لازم نتحدث به بشكل مستفيض. فجأة ومن دون سابق انذار قرأنا خبر: محكمة قوى الأمن الداخلي السجن 3 أشهر وإخراجه من الخدمة كعقوبة تبعية بحق المفوض حيدر عدنان العبودي لانتقاده وزير الدفاع السابق عبر الفيسبوك. السجن وعقوبة وإخراجه من الخدمة عفوا بسبب انتقاده لوزير الدفاع السابق بصفحته الشخصية بالفيسبوك بتعليق أو منشور. بتعليق انتقد وزير الدفاع وهو مفوض بالداخلية. سجل عندك سجن 3 أشهر، اخراجه من الخدمة وأيضا فصله وطرده من الوظيفة، كل هذه الأمور بسبب تعليق بالفيسبوك. اليوم يا معالي الوزير السابق جمعة عناد، اليوم احنا من نتكلم لازم تكون عندك روح ابويه. اليوم واحد انتقدك بالفيسبوك، ما يصير نرجع لزمن الدكتاتور، ما يصير نرجع للزمن القديم، والله واحد انتقدني، لا سبك، لا غلط عليك، لا فشر عليك، لا جاب طاريك، لا اهلك، لا عمامك، ف
فبالتالي الانتقاد لازم انه يؤخذ بعين الاعتبار، ما تريد تاخذ بيه الانتقاد، ما تروح وتسجنه وتسوي بيه كل هاي الامور. اليوم هذا المواطن او هذا المفوض قول عنده اهل، عنده اطفال، عنده زوجه، عنده عائله يعيلهم، بالتالي مستحيل انه انت على مود تعليق بالفيسبوك تجي وتسوي كل هاي الامور بيه. هذا الموضوع لازم يوصل الى وزير الدفاع السابق جمعه عناد. معاليك لازم تعرف شغله معينه، انه الجميع من حقه ينتقد، الجميع من حقه يعبر عن رايه. نعم احنا ضد التجاوز، نعم احنا ضد اللي يسيء لك او لاي شخصيه عامه او اي وزير او اي شخص بشكل عام، رياضي، فنان، سياسي، كان من يكون، ولكن بنفس الوقت اللي ينتقدك مو معناها تفصله وتطرده وسجن 3 أشهر وتلعب بيه جوله. هذا الموضوع مهم جدا. اكو فرق بين الإساءة وبين الانتقاد، ومثل ما تشوفون هذا الكتاب اللي ظاهر امامكم هذا هو ايضا كتاب من المحكمة. فهاي رسالة الى جمعة عناد الوزير السابق، لازم تكون عندك روح ابوية يا معالي الوزير السابق، لازم انت تشوف انه هذا الشخص ممكن عنده اطفال، عنده عائلة، هو انتقدك. ليش نرجع للزمن السابق، الزمن الدكتاتور الظالم؟ ليش نرجع لهاي الازمان؟ والله ما يحق ان ننتقد، لا، اليوم من حق اي مواطن عراقي ينتقد، خليه ينتقد بدون التجاوز. يعني انت اذا على حكك واحد منتقدك ساجنه، لعدان هسه لازم اسجن 3/4 التعليقات. شو كل الله وكيلك سب وغلط وفشار ما انزل الله به من سلطان. بس غير احنا نقول اكو ناس من حقها تعبر عن رايها، اللي ينتقد خليه ينتقد، اللي يفشر اروح الثاني وراه واقعد سجنه واقعد هذا، ما يصير. خلي لازم واحد، طبعا هذا الموضوع اذا نريد ننهي احنا من الاصل، لازم تكون اكو رقابه واكو محاكم على التعليقات على السوشيال ميديا، واكو فتشي مخصص لهذه الامور، لان احنا اذا نبقى هيك يوم ويانا رافع دعوه على واحد علق علي، لا اخلص فلوسي على المحامين وما استفاد شيء. شو هي الناس يوميا واحد يغلط على الثاني، بس هو اصلا انتقدك، واحنا راح نطلع التعليق ايضا اذا كان باساءه نقول له باساءه، واذا كان انتقاد طبيعي جدا فمو من حقك انه تسوي به كل هاي الاشياء. مثل ما تشوفون محكمه قوى الامن الداخلي سجن 3 أشهر واخراجه من الخدمه كعقوبه تبعيه بحق المفوض حيدر عدنان العبودي لانتقاده وزير الدفاع السابق عبر الفيسبوك. هذا نص الخبر، وايضا هذا حيدر عدنان وهذا التعليق. يقول التجنيد الالزامي، طبعا هو منتقد موضوع التجنيد الالزامي. يقول بزمن مخرجنا خليك وياي هنا على هاي الكاميرا حتى الناس ايضا تقرا التعليق. يقول بزمن عبد الكريم قاسم وبدايه حكم حزب البعث كان اللي ما يطلع كان اللي ما يطلع معدل عالي بالاعداديه ما ينقبل باي كليه. الطالب ما عنده بس كليه العسكريه، وبالتالي الجهله دخلوا الكليه ودخلوا الكليه الجهله واصبحوا ضباط، وهذه احد اسباب ضعف المؤسسه العسكريه، ومن فشل الى فشل. من جيل جمعه عناد وشيل ايدك، جيل نفذ ثم ناقش. لكن تتطور المؤسسه العسكريه والامنيه بوجود هذه العقليه الكلاسيكيه الغبيه. هنا نقطه لازم نتكلم بها. يجب تغيير المناهج والتدريب واستلام جيل جديد من الضباط يؤمن بالحداثه ومواكبه الزمن والامن البكي. حسان هذا التعليق امامي، فقط وقفت عند نقطة العقلية الكلاسيكية الغبية. هسه اوكي، قد يكون حيدر عدنان مخطئ بهاي الجملة، العقلية الكلاسيكية اوكي تمام ما بها شيء. خل ممكن يقول اللي ما تجدي نفع، اللي ما تفيد، اللي ما راح تسوي شيء، ولكن الغبية كلمة نوعا ما يجوز مو حلوة. مع هذا ما توصل الى سجنه وطرده من الخدمه ولاعب بجوله، ما يصير. ما يصير، خلي الناس اليوم تعبر عن رايها. هسه انا معك انه هذا التعليق بهاي الكلمه مو حلوه، كلمه العقليه الكلاسيكيه الغبيه، اوكي، ولكن لازم انت تشوف انه الناس من حقها تنتقد ومن حقها تحكي، فهذا الموضوع لازم يكون يعني بنظر عينك. وايضا انا اذكر لك تصريح، اعتقد مره قلت انه لازم نسوق الجندي سوق على ما اعتقد او لا.
فهذا التصريح ايضا يعني ما اعرف شلون طلع من عندك، فانت ايضا ممكن تصير عندك هفوات، ايضا ممكن تصير عندك كلام تتفوه به او يطلع او يصدر من عندك. فبنفس الوقت استخدام المفردات يعني مو حلال عليك وحرام على الباقين وحرام على الباقين وحلال، لا، اتمنى تنظر للموضوع بروح ابويه، تنظر الى هذا الشخص حيدر عدنان بانه هو بالتالي ما عنده يعني ايش راح يسوي حاليا؟ اكيد عنده اطفال، حسب ما انا عرفت عنده اطفال وعنده زوجه وعنده بيت وفاتح بيت، سجنته وطردته وما ادري شو، بس على مود هذا التعليق. لا عمي، اذا الزمن السابق شنو الفرق بين قبل وهسه؟ لعد هيك، وين الديمقراطيه اللي تنادون بها؟ وين الحريه اللي تنادون بها؟ فاتمنى من معالي وزير الدفاع السابق جماعة نات انه ينظر بهذا الموضوع، واكيد راح نتواصل اكثر بالحلقات القادمه بموضوع حيدر عدنان. التعليقات تقول، طبعا هذا ايضا الكتاب نعيد اليكم، المدان الفاضل حيدر عدنان محمد خلف العبودي، ايضا هذا كتاب المحكمه. قصي يقول لماذا لا يتم محاسبه السياسيين والبرلمانيين والمحللين السياسيين والمدراء الذين ينتقدون كل الحكومه وعلى القنوات الاعلاميه عند استضافتهم في البرامج التلفزيونيه وباستمرار وامام الملأ؟ هل هؤلاء حلال لهم النقد والفقراء حرام عليهم؟ علي او اي علي يقول مع الاسف النطق بالراي ضد المسؤول اصبح عقوبه لعد نظام صدام الملعون هم كان يفعل نفس العقوبات. صحيح، كلامه صحيح، هم كان النظام البائد هم يسوي نفس هاي الامور. هسه شنو الفرق؟ معلق تعليق انت رايح محاسبه، قبل كنا نقول حيطان الاذان، هسه شنو نقول؟ تعليقات الاذان لو فيسبوك الاذان، شنو السالفه؟ ناصر يقول اين حريه التعبير؟ عباس يقول مفهوم الحريه والديمقراطيه في البلدان المتحضره هي حريه الراي، والديمقراطيه هي احترام الراي. هسه مع الاسف بهذا البلد اثنينهن ما متوفرات، الك الله يا عراق. اما يوسف كاظم يقول هسه المفروض يطلق صراحه ويتم تعويضه، لان الرجال ما مسوي شيء، مجرد تعليق. وايضا هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الموضوع، الا وهو موضوع فصل وطرد المفوض بالداخلية حيدر عدنان بسبب انتقاده لوزير الدفاع السابق جمعة عناد بتعليق عبر الفيسبوك. بشكل سريع اخذ موضوعنا الرابع والاخير في فقرة فيس تو فيس، لانه عندنا مواضيع مهمة جدا في فقرة ترند تيوب. وزير الموارد المائية طلع بتصريح قال البصرة في عام 2100 ستغرق بالكامل، ستغرق بالكامل. التقارير دولية يقول تعرض البصرة إلى الغرق في العام 2100. هذا التصريح اللي ظهر به وزير الموارد المائية الجديد، وصار ترند أيضا بالسوشيال ميديا، وجاب حديث للناس وظلت الناس تسخر والناس تسولف. ولكن خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وأيضا التعليقات ماذا كانت. يقول تقارير دولية تتوقع تعرض البصرة إلى الغرق في العام 2100. هسه احنا إذا عشنا من نال العام 2100 فهاي نعمة وخير، راح أحكي لك الصراحة نعمة وخير من الله إذا عشنا احنا منا للعام 2100. التعليقات تقول غسان يقول العالم كله بانتظار الجفاف والبصرة تغرق أو تغرق. الخطاط صادق يقول راح ننتظرك، راح ننتظر 2100 ونشوفك صديق لو كذب. يلا ننتظره، واحنا كنا 20 سنه 30 سنه راح نصير نفط. عدنان يقول كل المدن الساحليه في الكره الارضيه معرضه بسبب ذوبان الجليد وارتفاع مستوى مياه البحر والمحيطات. اما اكرم يقول فعلا حقيقه علميه، اكو شيء يصير لكن العالم لا يتحرك، ذوبان في الجليد المنطقة الشمالية وهذا يسبب زيادة في مياه البحار وبالتالي يعرض مدن للغرق في المستقبل.
اخر تعليق يقول من عماد هو بعد 80 سنه اكو مي بالعراق؟ بعد ما ندري احنا. هذا كان اخر تعليق عندنا بخصوص موضوع البصره راح تغرق او تغرق، نحكيها بالمصطلح الدارج، في عام 2100. هاي اذا بقينا هسه احنا 2022، يعني بعد 78 سنه على ما اعتقد، 78 سنه هسه منا 78 سنه او اذا عايشين نشوف البصره تغرق، لو ما عايشين بعد كيف الله. مشاهدينا الكرام، خلي نروح لفقره ترند تيوب، فاصل قصير، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، اهلا وسهلا بكم في فقره ترند تيوب، حيث الفيديوهات اللي تنتشر بالسوشيال ميديا. انتشر فيديو بشكل كبير جدا بالآونة الأخيرة، فيديو لمواطن من النجف عند قبر والد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ويناشد. خلينا نشوف الفيديو تفاصيله وأيضا نسولف أنا وياكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. مناشد إلى دولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. أني مناشدك وقاسم عليك بروح أبوك، أنا هسا يم قبر أبوك، أنا يم قبر أبوك ويم قبر أخوك رحمة الله على أرواحهم. أبوك وأخوك إذا إلهم تقدير واحترام يمك، هم بيني وبينك، هم مشيهم بيني وبينك، فأقسم عليك برواحهم. أقسم عليك بهاي الموتة شيعة أمير المؤمنين. أقسم عليك بهاي الموتة إلى إلهم تقدير يمك واحترام، أنا أعمى مكفوف 100%. فأقسم على كل عراقي، أقسم على كل عراقي حلفة بموتى إلى يحترم موتى ويقدر موتى ويعز موتى ويحبهم، يوصل صوتي إليك ويصعد منشور إليك ويعلق إليك. فأنا أقسم عليك بروح أبوك إلى إله تقدير أبوك واحترام وتجلة، أقسم عليك بروح الشياع، بروح الشياع وأنا سايمه تقديرا إله. تنتبه لي، أنا صاحب 4 أطفال وما عندي بيت، واسكن هنا يم أبوك، أنا يم والدك، اليوم يم والدك، ما عندي لا تقاعد ولا عندي سكن، لا قطعة ولا بيت، وعندي 4 أطفال، وساني يم أبوك وأخوك هنا أنا قاعد. إلهم تقدير عندك، اثبت تقديرك واحترامك أمام الشعب العراقي. تقديرك وإجلالك لوالدك. أقسم عليك بروح الشياع رحمة الله على روحه. تقدر أبوك وتقضي شغلتي. أريد أقابلك. رحمة على روح الشياع وأنا سايمه. هذا أبوك، هذا والدك. والدك احلفك بوالدك شياع تقضي شغلتي امروتك. طبعا مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام، هذا الفيديو انتشر بصوره كبيره جدا في مواقع التواصل الاجتماعي لهذا المواطن من محافظه النجف، وهو يناشد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بالالتفات الى امره. طبعا احنا بهاي الموضوع نتابع بهاي الحكومه، شلون اوصف لكم الموضوع؟ شلون المكبره؟ احنا جاي نشوف العمل وجاي ندقق وياكم، ليش؟ لانه احنا تعبنا من الحكومات السابقه، تعبنا من كثر الوعود، تعبنا من هواي شغلات صارت خلت البلد يرجع الى الوراء. احنا ناشد من خلال ايضا هذا الفيديو الرعايه الاجتماعيه، مديره الرعايه الاجتماعيه، ناشد معالي الوزير، وزير ال 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 الشؤون الاجتماعية أيضا الجديد معالي الوزير أحمد الأسدي، وأيضا الناشد بدورنا رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، أنه لازم تنظرون إلى هذا الشخص، لازم تشوفون مناشدته. وإحنا من نشوف وهاي الشخصيات وتطلع وتناشد، إحنا لازم نتكلم بخصوص هذا الموضوع. طبعا إحنا أمننا اتصال مع هذا المواطن اللي ظهر بالفيديو اللي يناشد به رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. طبعا مخرجنا اذا جاهز الاتصال ويا الاستاذ او المواطن امير الثعبان. حياك الله استاذ امير في قناه الايام الفضائيه ضيف عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. استاذ امير، بالبدايه اريد اعرف من عندك شلون رحت وشلون صورت هذا الفيديو وشلون اجتك الفكره انه تناشد من خلال قبر والد
رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. شكرا لقناتكم الموقرة اللي مهتمة بالمواطن والشعب والفقراء والجرحى. شكرا لقناتكم. أنا أتكلم من وادي السلام، من مقبرة وادي السلام إلى الشعب العراقي، إلى الشعب العراقي وأمة الإسلام في كل مكان في كل بلدان العالم وخصوص بلدنا. أنا ناشد من مقبرة وادي السلام، أحلف كل عراقي، أحلف كل عراقي والشعب العراقي وكل البلدان، أحلفهم بأمواتهم وأحلفهم بشهداء العراق، وبالخصوص إلى السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني المحترم. أنا ينظرون لحالتي، أنا وأطفالي ساكن بالمقبرة، أقول خلي يكونون هم مكاني ساكنين بالمقبرة. أعمى ضرير وصاحب أربع أطفال. ساكنين بالمقبرة، ما عندك بيت؟ نعم، لا عندي بيت أسكن بي، ولا عندي قطعة أرض مستلم من الحكومة. شلون قاعد بالمقبرة؟ شلون قاعد؟ شنو اللي يحميك من المطر؟ شنو اللي يحميك من الحر؟ أنت وأطفالك وعائلتك. من مكان إلى مكان، من مكان أتجول من مكان إلى مكان. بالغرف هاي مال الأموات، رحمة الله على أرواحهم. وين يعني؟ وين أروح؟ صاحب أربع أطفال. احكي لنا بالتحديد حالتك أستاذ أمير، شلون صار بك هيجي؟ شنو اللي جاي تعاني من عنده حاليا غير فقدان النظر؟ أنا فاقد النظر 100% صار لي تقريب بالعشر سنوات، فوق العشر سنوات. زين. وعندي أربع أطفال. زين. ما عندي لا تقاعد، تقاعد يقولوا لي وزارة الداخلية، يقولوا لي إلا أمر ديواني من رئاسة الوزراء. أنت كنت منتسب في وزارة الداخلية؟ أنت كنت منتسب؟ نعم، سابقا منتسب. زين. وتعرضت الحادث لو شنو اللي صار بيك؟ من بعد خروجي من الوظيفة انضربت بعيوني وانعميت. يعني انت خرجت من الوظيفة كمنتسب وبعدها انضربت خلال حادث السير، لو شنو اللي صار بيك؟ والله صارت بسيارتي، يعني انضربت بسيارتي وانعمت عيوني اثنيناتن. زين. فعالجت في كل الدول وانطلبت، والناس سابقا ما قصرت، الناس اهل الخير شكرا لهم عبر الهاتف، اشكرهم، اشكر كل الناس اللي ساعدتني. هسه انا اريد اعرف من عندك استاذ امير. نعم. بعد نعم. نشرك لهذا الفيديو وتصويرك. نعم. لهذا الفيديو اكو. نعم. احد اتصل بيك؟ اكو احد قال لك يا ابو تعال ابوابنا مفتوحه؟ اكو احد تبنى الموضوع لو لا؟ لا 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 لا، اشكالي خابروني يعني ارقام تخابرني بيك خير وتدلل. أيه. وناس تقول لي شكرا احنا المقبره، وناس تقول لي ليش ما تقعد وتسكت. اللي خابروك اللي يتصلون بيك؟ اي يعني فد اكو اسمع كلام ما اقدر يعني اتكلم به، مو يعني كلام عادي وعابر. يعني نعم. انت يعني هاي اول مناشده اليك لو ناشدت الحكومات السابقه؟ سابقا ناشدت سابقا وطوني وعود وماكو وفاء. انطوك وعود الحكومات السابقه وماكو وعود؟ يسمعوني بوعده عبر الهاتف؟ يسمعوني يعني منو اللي ناشدته؟ منو اللي ناشدته وما سوى لك شيء؟ جميع الرؤساء، ما اقدر يعني جميع الرؤساء يعرفوني ويسمعون. لحد ما وصلت الى مرحله انه تصور فيديو يم الى جانب قبر والد رئيس الوزراء الحالي حتى يشوف مناشدتك ويطلع عليها؟ نعم. زين، هسه احنا استاذ امير، نعم، احنا بدورنا ايضا. نعم. راح نتكلم. احنا عرضنا الفيديو مالتك واخذنا مناشدتك عبر الهاتف، واحنا راح نوصل صوتك للجهات المعنيه، الى وزاره. نعم. العمل والشؤون الاجتماعيه، الى. نعم. وزارة الداخلية كونك منتسب سابق، وأيضا إلى محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، ولا كل الخيرين أنه ينظرون إلى حالتك. رسالة أخيرة لمن تريد توصلها أستاذ أمير؟ رسالة إلى جميع الخيرين أهل الإنسانية والعطف. زين. لشعب العراقي وخارج العراق. زين. أهل الخير لا يقصرون وياي، صاحب أربع أطفال وأسكن بالمقبرة ومطلوب وما عندي، وأراسل وأناشد دولة رئيس الوزراء رئيس العراق محمد السوداني المحترم. زين. أقل أقسم عليك بالحسين وشهداء الحسين، أقسم عليك بشهداء العراق، إلى دولة لهم تقدير يمك، إلى لهم تقدير يمك،
احلفك بالحسين وشهداء الحسين وشهداء العراق ينتبه لحالته يكون هو مكانه خلي يشد عيونه خلي يشد عيونه وفنه الى يمشي مترتين يندل الحمام لو يندل مكانه حالته تعبانه او اطفالي يقولوا لبابا رد ننتحر بعدك ما عندنا احد وين اروح ساكن بالمقبره فحلفه بالموت وحلفه بابو لا يعوف لي ويدر وجه عني ان شاء الله واقصب على الشعب العراقي بالحسين وبهاي الاموات اللي انا ما هسه لحد يقصر وياي صاحب اربع اطفال قال يدخوني ويعينوني ويساعدوني او رئيس الوزراء محمد السوداني لا يقصر وياي يدز علي باسرع وقت كان واصل وياي للانتحار انا وزعاطيطي ارجع بروحي بالشط انا وزعاطيطي طبعا اولادي يقولوا لي بابا خذ بروحنا بالشط ونخلص احسن لنا لا لا اكيد ان شاء الله ان شاء الله ما نوصل لهيك مرحله الخيرين هواي مناشدتك خلي رئيس الوزراء خلي ينتبه لي هو والحكومه ان شاء الله مناشدتك راح توصل الى رئيس الوزراء وراح توصل لكل الناس المعنيين اللي راح ينظرون الى حالتك واكيد راح يوقفون وياك كان معنا من محافظة النجف المواطن امير الثعبان اللي ظهر بهذا الفيديو اللي كان يناشد به رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني من خلال قبر والده ايضا نتمنى من رئيس الوزراء نتمنى من معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية نتمنى من عندكم انه تنظرون الى حالته تشوفون انه هو قاعد بلا مأوى بالمقبرة من مكان لمكان بالسراديب عايش هو واطفاله وزوجته اتمنى تنظرون الى حالته وتقدمون اللي تقدرون تقدمونه الى قطعة ارض بيت وايضا اتمنى من التجار من الناس السياسيين من الناس المتمكنة اللي الله موفقهم وعدهم يعني مبالغ تقدر يعني يقدرون يتبرعون بيها اتمنى تنظرون الى حالته واحنا بدورنا راح نوصلكم الى هذا المواطن وراح نربطكم باي شخص يريد يتبرع اي شخص يريد يشوف له حل موجود رقم هاتفه عندنا وموجود اسمه وان شاء الله نلقى عنوانه هو موجود بالمقبره هاي المناشده لازم توصل وان شاء الله احنا راح نوصلها الى كل الجهات المعنيه من خلال حلقتنا اللي عرضت بهذا اليوم مشاهدينا الكرام الفيديو الثاني طبعا هن المواضيع هواي هن الامور هواي ولكن احنا لازم نسلط الاضواء على كل الشغلات الايجابيه والسلبيه بنفس الوقت ظهر فيديو من شده الجمال من شده الـ 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 المنظر الرائع اللي طلع بهذا الفيديو وكانما فيلم سينمائي وكانما دراما فشيء رهيب جدا معلم يعبر الطلاب الشارع يوميا يوقف سايدين ويعبرهم ويعني اخلاص وتفاني ورساله يقدمها بانه اكو ناس بالسلك التربوي فعلا مربين فاضلين، اكو ناس فعلا تحب هاي المهنه وتحب انه تصنع اجيال. الفيديو منظره جدا رهيب، خلينا نشوف الفيديو ونرجع نسولف. فيديو ومنظر جميل جدا مثل ما تشوفون رسالة عظيمة بعد يعبر الناس يعبر الطلاب شوفوا المنظر شوفوا خليكم ويا المنظر خلينا نشوف وبعدين نسولف شوفوا المنظر إذا ما يندق النشيد الوطني وينعزف النشيد الوطني إلى كل من يندق المن ينعزف بهذه الشيبة الكريمة بهذا العمر وهذا الحرص اللي تقدمه للطلاب صافرة وجدول ودفعات وتوقف هذا السايد تعبر توقف هذا السايد تعبر وتركض وتحاول بكل ما تحمل من قوة هاي رسالة عظيمة بنفس الوقت من نشوف هيك فيديو إيجابي نطالب الجهات المعنية يا أخوان الجسر المشاة ما يكلف جسر اللي يعبر بين 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 السايدين ما يكلف هواي تقدرون بكل سهوله تسوون جسر للمشاة هذول طلاب مدرسه ما يصير يعبرون هذا الرجل هو جاي يعبرهم هو اللي جاي يقوم بهذا الواجب يوميا على مدار عام سنه كامله
من الدوام من دوام الطلاب. فيديو معبر جدا. هكذا هكذا الرجال والا فلا، هكذا المدرسين، هكذا المعلمين والا فلا. احنا هواي نشوف مدرسين هذا اللي يضرب الطالب، هذا اللي يعنف، وهواي نشوف بوزاره التربيه، ولكن من نشوف هيك منظر مهيب، من نشوف هيك منظر رائع، لازم احنا نحكي هذا الجانب المشرق، الجانب الايجابي من 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 التربيه. هذا لازم يتكرم الرجل، هذا لازم يتكرم، لازم وزاره التربيه تكرمه، لازم مجلس الوزراء ايضا يشوفه ويشوف التفاني اللي قدمه والحرص. وبنفس الوقت رساله للجهات المعنيه، ترى ما يكلف الجسر، جسر المشاة يربط بين سايدين، وايضا هنا شوارع ترى صغيره، يعني مو مسافه كبيره حتى الجسر يكلف بشكل بسيط جدا. زين، وايضا نطلب ايضا من عندكم المرور ايضا يجي هو اللي ينظم خطي هذا الاستاذ، ليش هو ماخذ على عاتقه هذا المواضيع؟ هو المفروض هسه يكون بالمدرسه وينتظر الطلاب يجون حتى يدرسهم. زين، هو اللي يقوم بواجب العبور، جسر مشاة وتنظيم حركه المرور قدام هاي المدرسه مهم جدا وضروري، لانه اللي جاي يسوي هذا الشخص هاي رساله عظيمه جدا. خلينا نشوف تعليقات الناس ماذا كانت حول هذا الفيديو اللي ظهر في حلقتنا لهذا اليوم. الفراشة البيضاء يقول تقول هسه يعاقبوه ينقلوه لان ما يردون شريف وتربه واصيل. الله يوفقك ويحفظك يا رب. دكتور حميد يقول يوجد الكثير من الاساتذه الافاضل الحريصين امثاله، العراق بلد معطاء، لكن السيئين غالبا ما يتصدرون المشهد وتسلط عليهم الاضواء. نسأل الله أن يحفظ هذا المربي الفاضل وأن يبقيه قدوة حسنة لمن أراد الاقتداء. عبد الله يقول عاشت إيده وإيد الراصد اللي رصد هذا الفيديو، لكن الحكومة شنو دورها؟ جسر معلق ما يكلف الدولة المنهوبة شيء، وهم انطوا مقاولة بأرقام فلكية. إن شاء الله بزمن هاي الحكومة ما نشوف هيك شغلات. محمد يقول لعل الكثير من أمثال هذا الغير ولكن دون إعلام ونشر، لذا يجب الاستمرار بنشر هكذا حالات إيجابية. دكتورة زينب ساطع تقول إن كان هذا عطاءه وهو خارج الدوام الرسمي فكيف يكون عطاءه أثناء العمل نفسه؟ هنيئا لطلابه فيه. تعليقات معبرة جدا بخصوص هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي مثل ما قلت احنا نتمنى ويعني هو جسر مشاة صغير لازم يصير بناءه ويتم العمل به، لانه الطلاب لازم تعبر على الجسر بمكان ما تعبر من امام السيارات. أنا ما أريد أطيل على حضراتكم، حلقتنا بيها مواضيع هواية ولكن الوقت ما يسعفنا أن نكملها. إن شاء الله اللي ما طلع بحلقتنا لهذا اليوم راح إن شاء الله نطلع بالحلقة الجاية يوم الأحد، ونتمنى نكون وصلنا كل الشغلات، كل الحالات الإيجابية السلبية، كل المناشدات للناس المعنيين من خلال برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة، أقول لكم في أمان الله.